طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا شباب، أول شغلة الحمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله يعني بتكونوا أنتم الأهل بصحة وعافية، وإن شاء الله ما بصيبكم مكروه، ربنا إن شاء الله بيوفقكم وبتكونوا على أفضل حال. طبعا يا شباب، إحنا في المحاضرة الأخيرة اللي وقفنا عندها تكلمنا في الفصل الثالث من مساق المراجعة وتدقيق الحسابات. طبعا تكلمنا في الفصل الثالث عن معايير التدقيق، وتكلمنا انه في عندنا معايير تدقيق متعارف عليها، وهي غالبا بنسميها المعايير الأمريكية، وقلنا هذه المعايير قسموها الى ثلاث محاور، قلنا معايير شخصية، معايير عمل ميداني، ومعايير اعداد التقرير. تكلمنا بالتفصيل، حكينا انه معايير الشخصية، حكينا انه هي لها علاقة بشخصية المدقق نفسه، الصفات أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي سيزاول مهنة تدقيق الحسابات الخارجي أو سيكون مدقق حسابات خارجي. تكلمنا فيها عن ثلاث معايير أساسية، حكينا المعيار الأول تأهيل العلمي والعملي، المعيار الثاني الاستقلالية، المعيار الثالث اللي هو بذل العناية المهنية الواجبة، وتكلمنا بالتفصيل إيش المقصود بكل معيار، واستدرجنا أو تكلمنا عن الشروط الموجودة ضمن قواعد السلوك المهني اللي وضعتها جمعية المدققين وجمعية المحاسبين فيما يتعلق بشروط مزاولة المهنة. اتكلمنا انه الشخص اللي متخرج بشهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة بيلزمه 5 سنوات خبرة في مجال التدقيق أو في مجال المحاسبة، منها 2 سنين يكون اشتغل كمدقق رئيسي. تكلمنا في التفصيل هذا وحكيناه. أيضا تكلمنا في معايير العمل الميداني، قلنا هي لها علاقة بتنفيذ عملية التدقيق. قلنا معايير العمل الميداني تنقسم إلى 3 معايير، قلنا المعيار الأول هو معيار فهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية تبعت المنشأة اللي احنا بدنا ندقق حساباتها، بناء عليها حيترتب أمور أخرى وإجراءات أخرى سيقوم بها مدقق الحسابات الخارجي. ايضا المعيار الثاني في معايير العمل الميداني معيار التخطيط والاشراف التام على المساعدين. طبعا اتكلمنا في هذه النقطه وفي هذه الجزئيه، وحكينا انه انا في مهمه التدقيق يعني على الاغلب ما بيقدر يكون مدقق واحد هو اللي بنفذ مهمه التدقيق او بنفذ تدقيق لاحد الشركات اللي موجوده، فبالتالي بيكون عندي فريق من المدققين، بيكون فريق عمل، على الأقل بيكون مدقق رئيسي، بيكون معاه مجموعة من المساعدين، فبالتالي المدقق الرئيسي هو المسؤول عن الفريق المساعدين الموجود معاه، مسؤول في الإشراف عليه، في مسؤول عن المهام اللي بنفذوها وفق الخطة الموضوعة وبالتفاصيل هذه. المعيار الثالث من معايير العمل الميداني هو الحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة التي تمكن المدقق من إبداء رأيه حول القوائم المالية الخاصة بالشركة اللي بدقق حساباتها، فبالتالي احنا عندي معايير شخصية 3 معايير، ومعايير عمل ميداني 3 معايير، هاي 6 معايير، وفي عندي معايير خاصة بإعداد التقرير برضو بنتكلم عن 4 معايير أخرى، وهي هذه لها علاقة ب تقرير المدقق نفسه، شكل التقرير، تفاصيل التقرير. تكلمنا انه التقرير هو عبارة عن الخلاصة او الوثيقة اللي بتلخص عمل المدقق وبتظهر النتائج كلها اللي هو نفذها في هذه الخلاصة. قلنا المعايير 4 لإعداد التقرير، حكينا عن المعيار الاول انه يجب ان يوضح المدقق في تقريره مدى توافق القوائم المالية اللي دققها مع معايير ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها والمقبولة قبول عام. المعيار الثاني انه المدقق يجب ان يكون هناك اشارة في تقريره عن اي تغيرات في اعداد القوائم المالية حدثت بين السنوات او السنة هذه عن السنة الماضية عن الفترات المحاسبية. ويمكن كمثال في هاي الجزئية، لو احنا غيرنا طريقة اهلاك الاصول من قسط ثابت الى قسط متناقص، لو احنا غيرنا في طريقة تقييم المخزون من طريقة المتوسط المرجح او طريقة الاول في الاول الى المتوسط المرجح، فهذا بده يكون لها اشارة في تقريره. وايضا كمان يجب ان يكون هناك توضيح في القوائم المالية عن اثر هذا التغير، حتى يكون هناك مستخدم القوائم المالية على اطلاع وعلى
فهم كامل لما حدث من تغيرات في هذا الجانب. أيضا المعيار الثالث أنه يجب أن يبين المدقق الخارجي في تقريره أنه قامت إدارة المنشأة بالإفصاح الكامل عن كل الحقائق المالية أو غير المالية التي حدثت خلال السنة المالية والتي تهم مستخدمي القوائم المالية. أيضا يجب أن يكون رأي المدقق، هذا المعيار الرابع، يجب أن يكون رأي المدقق عن القوائم المالية كوحدة واحدة. ونحن نتكلم عن قوائم مالية بنتكلم عن أربع قوائم رئيسية، بنتكلم عن قائمة الدخل، بنتكلم عن قائمة مركز مالي، بنتكلم عن قائمة التغير في حقوق الملكية أو المساهمين، بنتكلم عن قائمة تدفقات نقدية. فيجب أن يكون هناك رأي المدقق مبدأ كرأي وحدة واحدة عن هذه القوائم. ويمكن إحنا لو بدنا نفرجيكم التقرير لمدقق حسابات في هذا الجانب عشان نشوف المقصود فيه إنه رأي المدقق بيكون كوحدة واحدة. الآن هي تقرير مدقق حسابات، طبعا هو التقرير يعني قديم شوية لكن مش مشكلة، المهم ان احنا النظرة. طبعا هذا التقرير موجود في 15 ابريل، في 5 ابريل سنة 2015 للبنك الاسلامي الفلسطيني. طبعا هاي التقرير مدقق الحسابات، طبعا مين المدقق الموجود؟ هو مدقق اللي هو الارنست ويانج، طبعا هذا مكتب تدقيق له موجود الآن فرع في رام الله في الضفة. المهمنا له فقرة الرأي، لما نيجي لفقرة الرأي هيو بقول في رأينا أن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للبنك كما في 31 كانون أول 2014، يعني كما في 31-12 من سنة 2014. فبالتالي كان رأي المدقق كوحدة واحدة على القوائم المالية ككل. طبعا تفاصيل التقرير هنتكلم فيها إن شاء الله في الفصول اللاحقة، هنتكلم بالتفصيل عنه في الفصل التاسع من هذا المساق إن شاء الله. بس هذه كان عشان إنه إحنا نشوف اللي هو التقرير المدقق لحسابات. فبالتالي إحنا أصبح عندنا الآن المعايير اللي بقول عنها معايير متعارف عليها أو معايير مقبولة قبول عام. عندنا تقريبا 10 معايير، 3 شخصية لمدقق حسابات، 3 عمل ميداني بتخص تنفيذ عملية التدقيق، وفي عندي 4 معايير بتخص تقرير المدقق وهو خلاصة عمله خلال الفترة، وهو الوثيقة اللي بتكون مكتوبة وبيصدر فيها رأيه في هذا الجانب. بعد هيك بنتكلم في معايير التدقيق الدولية. طبعا معايير التدقيق الدولية احنا تكلمنا عنها وقلنا يعني هذه المعايير يعني بناخد منها هيك بعض الأمور بهمنا، منها المعيار اللي هو رقم 220. طبعا هناخد باقي المعايير لكن هتكون موجودة معانا ضمن المساق، احنا تكلمنا عنها بشكل سريع زي المعايير الخاصة بالمعيار الخاص بالأحداث اللاحقة وكيفية التعامل معها، المعيار الخاص بالاستمرارية، أيضا المعيار الخاص بعقد التدقيق، المعيار الخاص بتخطيط عملية التدقيق، كل المعيار رقم 220 اللي هو بخص الرقابة على جودة التدقيق هو رقم 220. طبعا شباب لما بنحكي احنا عن رقابة على جودة التدقيق بنحكي عن جودة التدقيق داخل مكتب التدقيق نفسه الموجود. فبالتالي الرقابة على جودة التدقيق هو عبارة عن أو بيشمل السياسات والإجراءات اللي بتقوم مؤسسة التدقيق أو مكتب التدقيق بوضعها والالتزام فيها وتنفيذها على مستوى مؤسسة التدقيق ككل أو على مستوى كل عملية تدقيق منفصلة بحد ذاتها، عشان يضمن إنه عملية التدقيق أو المهام التي تنفذ داخل مكتب التدقيق تنفذ بكفاءة عالية وتنفذ بجودة عالية بما يتناسب مع معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق المقبولة قبول عام. فبالتالي الرقابة على جودة الأداء تخص الرقابة على جودة أداء المكتب نفسه بمن يعمل داخل هذا المكتب من عاملين أو من مدققين بما يتعلق بمهام التدقيق داخل هذا المكتب. طبعا يا شباب الإجراءات الرقابة على الجودة تختلف حسب طبيعة وسياسة وإجراءات الرقابة، أيضا تختلف طبيعة وسياسة وإجراءات الرقابة باختلاف حجم منشأة التدقيق
طبيعة عملها والموقع الجغرافي ومدى تفرعها تفرع أعمالها ومدى انتشارها كأفرع. فبالتالي كل ما زاد الانتشار الجغرافي كل ما زاد الأفرع كل ما زاد الحجم، فبالتالي كل ما كان هناك مطلوب إجراءات رقابية أشد وأقوى في هذا الجانب. الآن لما نيجي نتكلم عن عناصر هذا المعيار اللي هو الرقابة على جودة الأداء، نتكلم عن مجموعة من العناصر. أول عنصر اللي هو المتطلبات الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها مكتب التدقيق، هنتكلم فيها بالتفصيل. أيضا هنتكلم في موضوع الاستقلالية، وإحنا حكينا سابقا أنه الاستقلالية هذه عنصر أساسي لعمل التدقيق الخارجي، بدون ما يكون المدقق الخارجي المستقل أصبح ما فيش حاجة أو ما فيش داعي لمهنة التدقيق. فبالتالي حجر الأساس أو المرتكز الرئيسي لمدقق الحسابات الخارجي أنه يكون مستقل. هنتكلم في الموضوع هذا ونشوف إيش يعني استقلاله وكيف بيحقق هذا الاستقلال. أيضا هنتكلم في أيضا عن عنصر رقابة الجودة، الإجراءات اللي بضعها المكتب لقبول عملاء جدد يوقع معهم عقد تدقيق حساباتهم، في مجموعة من الإجراءات قبل ما نوقع العقد لازم إنه إحنا نتأكد منها. أيضا لو في أنا عندي شركة بدقق حساباتها سابقا وأرادت تمديد العقد لسنة جديدة، أيضا في بعض الإجراءات قبل ما أوقع العقد الجديد لازم أن أتأكد منها خوفا أنه يكون فيه إشكاليات أو أمور تؤثر على استقلاليته أو استقلالية فريق مهمة التدقيق. أيضا تعيين فريق مهمة التدقيق، لأن إذا أنا وقعت عقد مع شركة أن أدقق حساباتها لازم أن أروح أعين فريق للمهمة يكون عنده كفاءة يكون عنده قدرة يكون عنده إمكانية أنه يؤدي المهمة على أكمل وجه في هذا الجانب. أيضا بعد هيك بعد معين الفريق في عندي أداء مهمة التدقيق، في إجراءات لتنفيذ مهمة التدقيق. أيضا بعد كده الإشراف، إحنا حكينا في مدقق رئيسي وفي مساعدين بده يكون في إشراف على العمل بتم تنفيذه. أيضا الاستشارات، أحيانا إحنا كمدققين نحتاج أن نستشير في بعض الناس اللي عندهم خبرة سواء من داخل المكتب أو من خارج المكتب، هاي الإشراف كيف بتتم، إلها إجراءات إلها أمور لازم يلتزم فيها أو يتم التأكد منها. أيضا موضوع التفتيش، يعني أنا ما بكفي أن أحط إجراءات وسياسات عشان أضمن الجودة داخل مكتب التدقيق من دون ما أنا أفتش أنه هل تم الالتزام بهذه الإجراءات وهذه السياسات من قبل العاملين في المكتب في هذا الجانب، فلازم يكون عندي تفتيش على هذه المهام. فبالتالي لو بدنا نستعرض هاي الأمور بشكل سريع، هنتكلم عن المتطلبات الأخلاقية، وهان بنأكد أنه يجب أن يكون هناك التزام بقواعد السلوك المهني اللي موضوعة عشان الممارسين للمهنة يلتزموا فيها. من أهمها استقلالية، يكون مدقق مستقل، يكون عنده استقامة، يكون نزاهة، يكون موضوعي بدون تحيز لأي طرف من الأطراف، وأيضا يكون عنده قدرة أنه أو عنده يبذل العناية المهنية اللازمة اللي موجودة في هذا الجانب. الجانب الثاني أو العنصر الثاني الاستقلالية، حكينا أنه على الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق اللي هو المدقق الرئيسي أن يأخذ بعين الاعتبار مدى التزامه هو نفسه أن يكون مستقل، وأعضاء المهمة أو أعضاء الفريق اللي حيكون معاه في هذه المهمة أيضا بده يكون يعني ملتزمين بمتطلبات الاستقلالية في هذا الجانب. فيما يتعلق بقبول العملاء الجدد أو الاستمرار مع عملاء قدامى، هنا حكينا احنا انه على المدقق الرئيسي او المدقق المسؤول عن مهمة التدقيق ان يقوم بتقييم العميل المحتمل، يعني هذا اللي احنا بدنا نتعاقد معه لسه لأول مرة قبل قبوله، يعني قبل ما احنا نقبل انه نتعاقد او نوقع العقد معه لازم احنا نستفسر من بعض الشغلات. من اهم الشغلات اللي احنا نتأكد منها بنقيم وضعه في السوق من حيث سمعته، القدرة التنافسية الموجودة عنده، قدرته على الاستمرار، علاقته الإدارة بالمدقق السابق اللي كان قبلي، عشان أنا أقدر أميز إنه هل كان في إشكاليات بين المدقق القديم وبين إدارة المنشأة، هل إدارة المنشأة كان إلها تأثير على المدقق نفسه عشان هيك المدقق ما استمرش معاها. فبالتالي إذا كان في إشكاليات عند إدارة المنشأة أنا بتوقع إنه أنا أواجه نفس الإشكاليات اللي واجهها زميل المدقق السابق، فنتأكد من هذه الجزئية عشان نفوتش أنا على العمل يكون في عندي إشكاليات موجودة فيه أثر على استقلاليتي، أثر على أنا سمعتي كمان كمكتب تدقيق في 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 البيئة أو في المجتمع اللي أنا بمارس فيه المهنة.
هذا فيما يتعلق بالعملاء الجدد أو الشركات اللي احنا نوقع معها عقد الأول مرة. أما بالنسبة للعملاء القدامى فهدول أنا شغال معاهم، يعني أنا تلقائي كنت عامل، يعني دققت حساباتهم في سنة 2019 الآن بدهم يمددوا معي العقد في سنة 2020، فبالتالي بدنا نقيم مدى إمكانية أني أنا أستمر معاهم للسنة القادمة من خلال عدة شغلات، أنه ما يكونش فيه تضارب في المصالح حدثت، يكون هل هم يعني مدى تجاوبهم معي كمدقق حسابات ومدى تعاونهم في إعطاء المستندات اللي أنا بحتاجها، حصول على الأدلة اللي أنا بحتاجها، ما ضغطوش علي في عشان أغير رأيي، ما ضغطوش علي في موضوع الأتعاب. فبالتالي هذه كلها مؤشرات أنا من خلالها بحكم أنه أنا أستمر معهم أو أنه أنا خلاص يعني ما أستمر معهم للسنة الجديدة أو للعام الجديد. ايضا بعد هيك اللي انا لما باخذ قرار انه خلص انا بدي انا ادقق حسابات هذه الشركه او بدي اوقع معها عقد، بعد ما اوقع العقد لازم انا اختار فريق من المدققين والمساعدين الموجودين عندي كمكتب تدقيق يكون عندهم كفاءه ويكون عندهم مهاره عشان يقدروا ينجزوا هذه المهمه على اكمل وجه، ويقدروا يبذلوا العنايه المطلوبه ويقدروا ينفذوها وفق المعايير التدقيق، سواء كانت المعايير الدوليه او المعايير المقبوله قبول عام. وفي هذا الجانب يمكن اليوم كثير من الدراسات يعني توصلت لنتائج انه كل مكان فريق التدقيق متخصص في مجال مهنة العميل اللي بدنا ندقق حساباته بكون في هناك جودة عالية لأدائهم كتدقيق، يعني ربطوا العلاقة قالوا كل مكان تخصص، كل مكان هناك اللي هو تخصص مهني في صناعة العميل كل ما زادت جودة عملية التدقيق في هذا الجانب. فبالتالي لما أنا عندي يكون مدقق عنده خبرة في مجال البنوك واشتغل في مجال البنوك، لما أنا بوديه يدقق هو كفريق وهو على رأس الفريق هذا يدقق على بنك من البنوك اللي أنا تعاقدت معه، بكون هذا يعني ممكن يؤدي المهمة بشكل جيد بشكل يعني يكون عنده كفاءة ويبذل العناية المهنية المطلوبة، بيختلف عن واحد ما عمروش يعني اشتغل في مجال البنوك ولا اشتغل ولا بيعرف القوائم الماليه تبعت البنوك وايش تفاصيلها وايش مكوناتها وايش جزئياتها، فبالتالي حيكون اداؤه لا يتمتع بالجوده في هذا الجانب. الان بعد هيك بدنا ننفذ، الان احنا عيننا فريق المهمه ووضعنا الخطه، الان بدنا نبدا ننفذ هذه في خطه التدقيق، فبالتالي على المدقق الرئيسي ان يتحمل مسؤولياته من اجل توجيه والاشراف على اداء مهمة التدقيق ككل بما يتناسب مع المعايير المهنية، وعليه إبلاغ فريق العمل اللي هو بيشتغل معاه بمسؤولياتهم وطبيعة عمل المنشأة والقضايا ذات العلاقة بالمخاطر والمشاكل اللي ممكن نحن نواجهها أثناء أداء مهمة التدقيق، والطريقة التفصيلية لأداء المهمة بتفاصيل الخطة بما يتعلق بهذا الجانب. أيضا موضوع الاستشارات، يعني يتم خلال عملية التدقيق سواء كان من داخل المنشأة، ممكن أن أستشير ناس من مدققين تانيين في فريق في فرق أخرى أستشيرهم داخل المؤسسة في بعض الجزئيات اللي فيها إشكاليات، أو أن أنا أستشير ناس عندهم خبراء من خارج مؤسسة التدقيق. لكن هنا لازم أنه نشير أنه موضوع الاستشارة هذا لازم أنه يوثق حتى يكون ضمن المستندات تبعت مدقق الحسابات في هذا الجانب. موضوع التفتيش المقصود فيه انه انا كمكتب تدقيق او كمؤسسة تدقيق ما بدي احط اجراءات وسياسات عشان اضبط الجودة داخل المكتب، وما احط لها متابعة مدى الالتزام فيها مدى تطبيقها بالتفاصيل هذه. فبالتالي انا بدي اراقب كفاية وفعالية سياساتنا اللي احنا حطيناها وهل هي كاملة او بدها تحسين، وبدنا نراقب كمان مدى التزام المدققين او العاملين في مؤسسة التدقيق بهذه الاجراءات وبهذه السياسات. فبالتالي في شغلها يعني كان بعض الدراسات تدرس في موضوع لتحسين هذا الامر، وان التفتيش يكون تفتيش خارجي في شغلة بسموها مراجعة النظير براير ريفيوز، هاي اللي عملوا فيها دراسات ولقوا انه كل ما كان هناك تدقيق خارجي على إجراءات الجودة أو تفتيش خارجي على إجراءات الجودة، كل ما كان هناك اهتمام أكثر بإجراءات الجودة داخل مكاتب التدقيق. يعني باختصار هاي الإجراء أو هذه الآلية تتم
انه بتم فرز مكاتب التدقيق حسب الحجم او حسب المستوى، وبصير مكتب بدقق على مكتب اخر بفتش عليه، بشوف هل في موجود سياسات للجودة واجراءات، هل بتم الالتزام فيها، وبيعطي تقريره للجهة اللي بتنظم المهنة، لانه هي الجهة اللي بتنظم المهنة هي اللي بتفرز، وهي بتحدد انه مكتب تدقيق فلان بده يفتش على مكتب فلان، مكتب فلان بده يفتش على المكتب الاخر، والسنة الجاية بتم ايش بشكل ترتيب، بحيث انه ما يكونش فيه انه توافق، او يعني بتم عملية اللي هو ما بين المكاتب، يصير تواطؤ، يصير تعاون فيما بينهم، فلا بصير بشكل عشوائي في هذا الجانب. جينا لآخر جزئية في الفصل الثالث اللي هي إجراءات التدقيق والعلاقة بينها وبين معايير التدقيق. احنا بنعرف في عندنا مصطلح معايير تدقيق، وفي عندي إجراءات تدقيق، في عندي ستاندردز معايير او اوديتنج ستاندردز، وفي عندي اوديتنج بروسيجر، في عندي اجراءات للتدقيق. ايش الخلاف بينهم بشكل مبسط؟ اجراءات التدقيق هي عباره عن الطرق والوسائل والانشطه اللي بتم تنفيذها لتنفيذ عمليه التدقيق، لكن هذا كله بيتم تنفيذه ضمن ايش اطار عام بسموه معايير التدقيق. فبالتالي لو احنا نتكلم في هذه الجزئيه نوضحها اكثر، بنقول انه معايير التدقيق تمثل مستويات للاداء المهني، وهي الإطار العام اللي بيعمل المدقق ضمنه. أما إجراءات التدقيق فتمثل الطرق والوسائل التي يستخدمها المدقق في عملية التدقيق، والأنشطة التي يقوم بها خلال عمليات جمع وتقييم الأدلة التي تتعلق بمختلف أهداف التدقيق. من أمثلة الإجراءات اللي ممكن نقول عنها إجراءات تدقيق اللي هي عد النقدية أو جرد النقدية أو مشاهدة جرد المخزون أو إعداد مذكرة تسوية البنك، والقيام بالمراجعة المستندية والتأكد من ملكية الأصول الخاصة بالشركة، وغير ذلك من الأنشطة التي تمثل إجراءات لعملية التدقيق. بغض النظر عن هذه الإجراءات وتنوعها وتفصيلاتها وتوسعها، فهي تنفذ كلها ضمن إطار وحدود معايير التدقيق. فبالتالي المعايير هي تمثل الإطار العام اللي تنفذ الإجراءات من خلاله داخل اللي هو مهنة التدقيق. بهيك احنا بنكون يعني أنهينا الفصل الثالث إن شاء الله، ونلتقي بكم إن شاء الله قريبا في الفصل الرابع اللي بيتكلم عن مسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات. نلقاكم إن شاء الله على خير.